بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم حنتبع موضوعنا في تصميم إنارة الطريق. احنا المحاضرة الماضية شفنا انه إنارة الطريق بتعتمد على عدة معايير، منها شدة الإشعاع، انتظام النصوع، البحر، بحر المعوق، توصيات اللجنة الدولية، توزيع القوانيس، نوع سطح الطريق والتنفيذ. واحنا اخذنا الاول ثلاث نقاط الاولى، ووقفنا عند اللي هو الديسابيليتي جلير او البحر المعوق، وهو يحسب بدلالة عاملين، واحد اسمه اللي هو disability glare اللي هي الإكوفلنت فايلينج لومينس اللي هي السيكونس. في الكتاب موجودة تابل إلى قيمه ومسميها الفي، وفي عنا اللي هي الاي اللي احنا شفناها برضو موجودة في الكتاب اللي هي الافريج لومينس. والبحر المعوق بيكون بيساوي 60.275 في السك على الايه للقوة 0.862، هيك تحسب. طبعا هي تحسب قديش بصير في عنا فيل، يعني غشاوة على العينين من كترة الإشعاع المنعكس من الطريق. هذه هي بتفصلنا قديش اللي هي الإعاقة اللي بتصيب الإنسان نتيجة الضوء المنعكس من الطريق. توزيع الفوانيس، هلقيت الفوانيس بتعتمد على نوع الشارع كمان، يعني إذا الشارع صغير، إذا الشارع كبير، إذا الشارع عام، إذا الشارع جانبي. فعندنا جميع الفوانيس ممكن تكون الشوارع الثنائية الاتجاه، يعني الناس بتروح هيك وناس بترجع هيك، هاي ثنائية الاتجاه، ناس بتروح وناس بترجع، two direction. ممكن يكون جميع الفوانيس على جانب واحد من الشارع، يا كلهم على اليمين يا كلهم على الشمال، أو تكون الفوانيس موضوعة على جانبي الشارع بنظام خلافي، يعني واحد يكون هنا بعد مسافة يكون هنا، نظام خلافي، يكون هداك غاد، نظام خلافي، مش يكونوا قبال بعض، يعني يا بكونوا كلهم يمين يا كلهم شمال يا بنظام خلافي. الفوانيس موضوعة على جانبي الشارع بنظام متقابل إذا كان الشارع أكثر من مرة ونصف علو الفوانيس. يعني أنا طول الفانوس هالقد مثلا والشارع أطول منه بكثير، إحنا إيش بدنا؟ لازم تكون الإنارة في الشارع واضحة، خلينا أشوف الأشياء بسرعة، هذا إيش حينير لي بس المنطقة اللي حواليه، عشان أنير كل المنطقة إيش لازم أحط فانوس على الجهة الثانية. يعني إذا كان عرض الشارع أكثر من مرة ونصف علو الفانوس لازم يكون عندي فانوسين على اتجاه الطريق، وإلا حيكون نصف الشارع معطل وحتصير حوادث لمزها على الجهة الثانية. في الشوارع المزدحمة والطريق السريع بيكونوا عاملين جزيرة في النص، فبتكون الأعمدة في الجزيرة بالنص، فبتضوي هنا وبتضوي هنا، بتكون عمود والكلوب هنا والكلوب هنا، أو عمودين بس غالبا بتكون عمود توفير في الإنارة وكلوبين في الجهتين. طيب بتفصل طبعا غالبا في الطرق المزدحمة بيكون حارة الاتجاه مثلا اللي رايح والجهة الثانية اللي راجع، زي عندنا مثلا من الشوارع مشهورة شارع النصر الزحمة كتير هذا والجلاء، هدول في بينهم جزيرة وفيها الكلوبات بتكون في النص أو الإنارة. نوع سطح الطريق بنقيسه بمعامل اسمه معامل R، وحسب نوع الطرقات بيكون إلها كل واحد معامل، معامل السطوع. يعني بتبدأ بأقلها اللي هي البتون النظيف، وأكبرها عند اللي هو الأسود المعتم 20 بتكون. هذا الحفظ المعاملات؟ لا، فيش شي حفظ عليكم إلا المعادلات، بعض المعادلات اللي أخذناها المحاضرة الماضية وأنواع قلنا المصابيح حكيت لكم إيش منكم، كل حاجة مطلوبة منكم. هذا لو قلت لك بدك تحفظ معاملات، لا مش حفظ منك، بعطيك إياه بقول لك مثلا عندي الطريق كذا وهالقد معامله. التنفيذ، هلقيتها بدنا ننفذ. احنا اتفقنا انه في بعض الشوارع مثلا كيف يكون توزيع الاناره، يا بكونها في اتجاه واحد يا في اتجاهين خلاف يا بالنص. بتعتمد الاناره جيده على جوده تنفيذ الاعمده وارتفاعها والمسافه اللي بينها، وعليه يجب مراعاه النسب التاليه. اول حاجه بنعتمد اللي هي النسبه بين الارتفاع على دي اللي هي المسافه بين الاعمده، هاي العمود الاول وهي العمود الثاني. برضو انا بدي بين عمود والتاني يكون في اناره، مش العمود في اول الحاره والعمود الثاني في اخر الحاره وبينهم عنه ما حد رد يشوف، لا، في بدنا نحدد المسافه اللي بين الاعمده، بنحددها بانه بنقيس الريشيو ما بين ارتفاع العمود والمسافه اللي بينهم. مش لازم تكون يعني الريشيو بين الارتفاع على الدي من 3 ل 4 بتكون غلطته 100%. طيب كمان عندنا دبليو اللي هو عرض الطريق، واتش اللي هو ارتفاع العمود. W عرض الطريق لمين؟ للارتفاع 1.2 من 10 وأقل إشي 0.8 مسموح لي،
يعني يا دوب في نتفه يا دوب بتكون الاضاءه فيها خافته. واضح؟ هذه هي الريشيوز. اذا اتش على دي، اتش اللي هو طول العمود والمسافه بينهم من 3 الى 4، دبليو اللي هو العرض الطريق على الارتفاع، على اتش من 8 من 10 ل 1.2 من 10. هذول لازم تكونوا عارفينهم معرفه. نظم الإضاءة الجمالية، طبعا هذه كثير بتهم اللي بدهم يعني يصمموا في حدائقهم، مش ضروري تكوني دارسة ديكور ولا دارسة معماري، ممكن تكوني أنت كمدني حتى كمشرفة إنك تشوفي يكون لك رؤية للناحية الجمالية. ففي ناس بتحب تنير الحدائق، وفي ناس بتحب تعمل إنارة للمنشآت الجمالية. بتركز الحدائق يا بممرات الحديقة، يعني الحدائق بكون فيها ممرات، بدكش تمشي على الشجر وعلى الورد، في حد بيعمل لكم ممرات في الحدائق. وفي كمان الأماكن اللي بيقعدوا فيها الناس، وكمان الأشجار ممكن أنت تعمل لها إضاءة. المنشآت الجمالية بتركز في أقواس وأعمدة وأسطح حجرية وواجهات منازل. خلينا نشوفهم، نيجي للحدائق. الممرات زي ما أنتم شايفين، هذه ممرات الناس بتمشي فيها، هاي الممرات اللي الناس بتمشي فيها، هاي ممر، شايفين هذا الممر اللي مبين فيه رجلين الشخص. كيف الإضاءة بتكون؟ بترتب الإنارة على جانبي الطريق بشكل منتظم، وحدات أرضية غير متوهجة يحدد ارتفاعها حسب الرغبة، يعني حسب الرغبة. مثلا هنا إنارة مسارية منخفضة الارتفاع، يعني هاي بتطويلك لتحت، يعني بتشوف المكان اللي بتمشي فيه وانت ماشية، بتشوف الإنارة لتحت، مفيش مش من فوق ونازلة، تحت. وهذا بكفي في الحدائق، بدهم مش الحدائق غالبا بتكون قعدات رايقه، بدهاش واحد يمسك يقرا كتاب، فبدك اضاءه اللي تفرجيك يعني جمال المكان، زائد انك ما يعني انك تشوفي كيف انك تمشي في الممر. او اناره متوسطه الارتفاع، شويه هذه اعلى من الاولى، متوسطه الارتفاع هاي الاناره اعلى، بتضيء مسافه اطول اكبر يعني اعلى. إنارة مسارية على الارتفاع، هذه يعني أعلى بكتير، وهي شايفة قديش بتضيء كل المسار. غالبا هم الحدائق الجمالية بيكونوا دائما منخفضة الارتفاع يعني، بس في الثلاثة موجودين حسب نوع الحديقة ورغبة منسق الحديقة. طب الأماكن تاعت الجلوس بتكون إنارة أرضية غالبا، يعني زي ما أنتم شايفين بتكونوا حاطين الإنارات في الأرض وهي اللي بتضوي عليهم. اللي ورا عفوا، يعني أنتم معنا ولا من وراء مش معنا؟ طب احنا يعني في محاضرة عفوا، يعني انتوا بتتحدثوا في محاضرة، ولو بتستنوا يعني عفوا يا استاذ ابو حمزة، انت قايلهم يستنوك ويقبلوا الكلاس حديث، لو تسمعوا اطلعوا برا وهو بناديكم. فعندنا الإنارة الأرضية، وهذه زي ما أنتم شايفينها بتكون كتير أحيانا مركبة بهذا الشكل، في بعض الناس بيثبتوها على المظلة أو المعرش. نيجي للأشجار والنباتات، في ناس برضو بتحب تنير الأشجار والنباتات. طبعا الهدف منها لما أجي أنير الأشجار إن أعطي ناحية جمالية للشجرة أو النبتة، وبرضه بتكون يعني بالنسبة لواحد رايح على حديقة إنه إشي مريح له، بتفرج وبستمتع بالنظر. مثلا في إنارة فوقية أب لايتنج، يعني هاي بتكون موجهة من أسفل لأعلى زي ما أنتم شايفين، بيكون الفانوس لتحت وموجه على الشجرة وعملها إضاءة بهذا الشكل. أو داون لايتنج، يعني بتكون الإنارة من أعلى إلى أسفل، بالذات في البوشز، هاي لما تكون في شجيرات صغيرة وفيها ورد صغير بتكون من أعلى إلى أسفل. الإنارة القمرية زي كأنها ضوء القمر، بيكونوا في ثلاث مثلا مصابيح وبتضوي في اتجاهات كأنها عاملة زي ضوء القمر. بعدين الشبحية، هذه غالبا بتكون في إضاءة بتكون خلف الشجرة وبتتسلط الإضاءة على الجدار، يعني بتكون عند الشجرة موجودة بجوار السور الجداري مثلا زي هيك، بتسلط الإضاءة هي ورا الشجرة، شايفين الضوء ومسلط مش على الشجرة، على الحيطة، فبتبين الشجرة كأنها زي شبح، زي شبح بتكون معتمة، بس الحيطة اللي وراها بتكون ضاوية. كمان العكس ممكن تعكس الضوء فبتبين ظل الشجرة، فهي بسموها الإضاءة الظلالية، فبظهر ظل الشجرة على الحيطة، يعني بيكون الإضاءة بدل ما هي ورا بتكون لقدام، فبنعكس اللي هو ظل الشجرة على الحيطة. الميرورينج هنا بيكون غالبا في مية عشان يكون في ميرور، فهي بيكون الإضاءة
بحيث تعكس صورة الشجرة على المرآة أو على المية. الإضاءة التقاطعية بيكون زي ما أنتم شايفين هنا ضواني بهذا الشكل وجايين من الطرفين وبعطيك حاجة جميلة يعني بتظهر الملامح مجسمة بشكل واضح وبدون ظلال، لأنه هذه مش هتعطي يعني لو عكست ظلها بتعكس الظل الثاني فبتكون فيش عندك ظلال. بيستخدموها في التمثيل وفي المذيعين والآخرين عشان ما يظهرش الظلال تعكس على بعض، واحد وبيحكي مع الثاني بتغلب بتلاقوش ظلال الممثلين بيحكي وما فيش ظل له على اللي قباله، صح؟ هذه هي الإضاءة اللي بيستخدموها غالبا. هاي طبعا المنشآت، احنا خلصنا الحدائق، يعني لو انا بدي اعمل لحديقتي بدي احط في العرض، بدي فوانيس وانا قاعدين نكون مضويين ما تجيب لناش حشرات كثيره وتعطينا ضوء جميل، يا على المظلات من فوق يا على الارضيه من تحت، بدي انور الطرق بختار الطريقه اللي بتريحني، الاشجار تعطي كيف انيرها. طبعا ان شاء الله في المستقبل القريب لما يصير عندنا اناره في ناس كمان بتحب تبني فيلل، وفي موجوده يعني هذا الرغبه عند الناس، بيعملوا اعمده وبيعملوا اقواس في بعض المنشآت الحكومية، فهي غالبا بيكون لها إدارة إنارة خاصة اللي إيش بتعطي جمال معين لهاي المداخل مثلا والأقواس. بتنير غالبا الإضاءة عليها على الحاجة اللي بدك تظهريها، يعني مثلا أنا بدي عمود أظهره زي هنا مثلا، وين الإنارة حطيناها هنا فوق عشان تظهر جمال العمود مثلا. الأقواس بتحط الإنارة مثلا هنا حطيناها من تحت عشان تعطينا جمال القوس، فهذه هي الفكرة من اللي هي الإنارات بشكل عام. في أي استفسار عليها؟ يعني ممكن يجيكوا سؤال إيش أنواع الإنارة تاعت الممرات تاعت الحدائق مثلا، إيش الأنواع الإنارات الجمالية حدائق ومنشآت جمالية يعني أنواع الإنارة، يعني أشياء زي هيك مش خارج اللي بنحكي، يعني اللي بنحكى هو اللي حيكون فيه أسئلة. الأحمال، الأحمال يعني بدي أعرف قديش أنا الغرفة تاعتي بتستهلك، او فعشان اعرف قديش غرفه بتستهلك او بيتي بيستهلك، لا يعني اولا بدي لكل البيت طبعا بدي اعرف، عشان اعرف كل بيت بدي اقسمه لغرف، والغرف ايش بدي اطلع فيها، ايش في اجهزه كهربائيه، لمبات قديش عددها، في عندي سشوار، في عندي مروحه، في عندي تلفزيون، كل هاي الاشياء بدي اجمعها واشوف قديش بتسحب لي. هذه الاحمال تاعت، هذه مثلا غرفه النوم فيها مكيف، لمبه سقف، ما أخذ يعني بيوزع لي تلفزيون، لمبة جدار، نواس، مروحة سقف، كل هدول على بعض مثلا بتوصل لي 2500 2250 واط. هاي مثال غرفة النوم، يعني الفكرة انه لو انا قلت لك عندي غرفة فيها كذا جهاز وكل واحد حمله هالقد، وقديش الحمل الكلي ايش بدي اعمل؟ مثلا قلت لك عندي مكيفين الفرقية عن هاي، وعطيتك كل رقم بضرب باثنين في 1500 هاي الفرقية، عندي تلفزيونين بضرب باثنين هاي الفرقية بدها تكون. مثلا المطبخ نفس القضية، بدي احدد ايش الاشياء في المطبخ كل واحد وبطلع على الاجهزة، الاجهزة غالبا بتساعدنا قديش هي الوطات اللي بتسحبها، في شيء بطلع على الشركة اللي انا اشتريت منها، بطلع على النت تقريبا قديش هاي بتسحب، وبحسب قديش حملي في المطبخ. المطبخ غالبا بيكون في عندي مثلا ثلاجة، اشي بها سخن لي مية سخنة مثلا اطمر ولا سخان مية، وهكذا بجمعهم بعطيني كل الايش السحب تبع المطبخ. الحمام برضو في عندي مثلا مسخن مية سخان مية، غسالة، نشاف، مصباح، مشع حراري، جرس، وهكذا، مروحة شفط اللي هو بيطلع لي الهواء السخن، ايش عندك موجود انت بتحسبيه. يعني ممكن تاخذي هذا التاسك وتروح على البيت تطلع على مثلا غرفة الجلوس، غرفة الجلوس بيكون فيها تلفزيون ولمبات، في اكثر من هيك بيكون في غرفة الجلوس، كم مروحة او كونديشن، هذول بتحسبيهم تقول والله غرفة الجلوس تاعتنا اكثر ايش احنا بنستخدمه، احنا بنستخدم هالقد بالساعة الكمولة تاعتنا. هذا يعني الوضع بالساعة، تمام، مجموع الوطات بالساعة. حساب مقاطع الكبلات، هذه برضو من الحاجات المهمة انه اعرف قديش المقطع تبع الكيبل اللي انا بده يوصل لي او ينقل لي الكهرباء من عند المولد لحد اللي هو اللود تبعي، من الجنريتور للموتور او من الجنريتور لللود بشكل عام. في عنا التيار المستمر او المتغير، فاز واحد او وان فيس، وان فاز بالعامية بقولوا عنه فاز لكن هو فيز، وان فيز سيستم.
اذا كانت قيمه التيار معروفه بقدر اجيب اول حاجه الفولتج دروب، بعدين بحسب الكروس سكشن. هاي العلاقه اللي بتجيب لي الفولتج دروب، وهاي العلاقه اللي بتجيب لي الكروس سكشن لهذا الورك فيس. بعدين بقدر اجيب الباور لوس برضو بالعلاقه الموجوده امامنا. طبعا لازم اكون معطيها في كل المجاهيل هذه عشان تقدر تحسبي اللي هو مقطع الكابل، متعوضة عن كل حاجة بالمعادلات اللي امامنا، وبالتالي بتقدر تحسبي الكروس سكشن تبع الكابل لانه له علاقة بالاحمال. اوكي، هذا معامل برضو لازم يبقى معطى اليك بالنسبة للسيستم اللي انت بتشتغل عليه. للثلاثة فيز هذا هي بتكون برضو نفس العلاقة، في عندي علاقات الفولتج دروب والكروس سكشن والباور لوسز، وبنقدر نحسبها لو كنت انا معطيها في كل قيمة من هذه القيم. طبعا زي ما هذا السؤال يعني معطينا كل حاجة، معطينا الفولتج، معطينا الفولتج دروب ان فولت، والان اللي هي الباور ترانسميتد ان وات، بعدين البي باور لوس، واللاين كرنت، واللينكس تبع اللاين الميتر، والكيو اللي هي الكوندكتنس، والكيل كوندكتيفيتي، وغالبا بتكون 1/56 اللي هي الكيل اللي ظهرت عندكم في الاحمال، الكيل الزيرو. يعني الصم فاكتور هذا لازم ندرك فيه عشان احنا يعني احنا كي كابيتال، لكن 1/K صغيرة هي 1/K، يعني 1/56 يعني، بس هل بدك احكي. المهم يعني انه لازم اعطيك كل هاي البيانات، فغالبا مش حاعطيك انك تحسبي مقطع، حاعطيك المعادلة يعني، حاعطيك البوينتس الارقام، مش حاطلب منك سؤال في الامتحان. الارضي بتعرفوا انه لازم يكون في وسائل حماية لأي أجهزة في الغرف في المصانع أو في البيوت، عشان ما يصيرش أي مس كهربائي اللي ممكن يأذي الأشخاص. فبتكون عن طريق إنه ممكن موصل أرضي أو ألواح توصيل أرضي، مواسير توصيل أرضي، شرائط وأحبال معدنية توصيل الأرض، تشريب توصيلة الأرض. هدول الأشياء اللي بتعتمد عليها حسابات الأرض ونظم الوقاية، الموصل، ألواح التوصيل، مواسير التوصيل، الشرائط والحبال المعدنية، وتشريب توصيلة الأرض. الموصل الأرضي تتوقف جودة وصلة الأرض على مساحة سطح الموصل الأرضي وعلى قابلية توصيل طبقة الأرض المحيطة بالموصل الأرضي، قديش هو مساحة سطحه وقديش هو التوصيل ما بينه وبين الأرض المحيطة فيه. يستخدم كموصل أرضي ألواح أرضية، مواسير، شرائط وأحبال السلك المعدنية، هذه هي اللي تستخدم كموصل أرضي. نبدأ بألواح توصيلة الأرض. لازم تكون مساحة سطح ألواح الأرض المصنوعة من الصلب نص متر مربع لكل وجه للوح على الأقل. كل لوح بده يكون عندي نص متر مربع لكل وجه، وأن يكون سمك اللوح 3 مليمتر على الأقل. كما يجب أن تكون مغطاة بالزنك أو رصاص عشان ما يصير لهاش صدى حماية يعني قلبنا. ويجب أن تدفن ألواح الأرض رأسيا دائما على الأرض وليس أفقيا، ما تنيمهاش رأس، تنزل الألواح رأسيا مساحتها أقل إشي نص متر مربع وسمكها 3 مليمتر، وبتغرز في الأرض بشكل رأسي. وكمان الحافة العليا للوح، هاي اللوح تبعت غرزته في الأرض، لازم يكون بين الحافة العليا والأرض متر واحد على الأقل. ويوصل الماء الكهرباء توصيلا أردأ من توصيل الأرض المبللة، وذلك يجب ألا توضع ألواح الأرض في الماء، بل يجب أن تدفن في الشاطئ الرطب، يعني في منطقة رطبة فيها طينية، مش في مية مباشرة، لأن المية أقل أو أردأ توصيلا من الأرض الطينية. فبغرسهم مش في مية، بحطش مية وبغرسهم فيها، بس هي بقول إنه يكون في أرض رطبة. ويمكن حساب مقاومة الأرض الانتقالية لألواح الأرض المعدن المربعة الشكل الموضوع رأسيا تحت الأرض طبقا للقانون التالي. إذا استخدمت ألواح بقدر أحسب مقاومة الأرض الانتقالية RN بتساوي 25% الفاكتور، هذا بتغير بس هو بتغير بين كل نوع من الأنواع، فبالنسبة للأرض هو 25%. في RI هي المقاومة النوعية الخاصة بنوع الأرض، وحاعطيكم قائمة بأنواع الأرض، في طبعا بتكون بالأوم في متر على الأقل اللي هو طول ضلع اللوح المربع بالمتر، هذه بتكون مطلوبة من كل معادلة. هذه الأشياء موجودة في كل بيت يعني؟ مش كل، احنا فيش عندنا ما بنستخدمهاش. احنا
احنا بيعتمدوا على اشياء بسيطه جدا يعني ما فيش حمايه، يمكن في الابراج، الابراج وهي اللي بيعمل لهم وسائل الحمايه، اما البيوت لا. تمام. المقاومه النوعيه للاراضي اذا كانت ارض مستنقعات بتكون 30 اوم في متر، اراضي الزراعيه والطين والطمى 100 اوم في متر، الرمل الرطب 200 اوم في متر، الحصى الرطب 500 اوم في متر، الرمل الجاف والحصى الجاف، طبعا كل ما صار في جفاف اكثر كل ما زادت الممانعه 1000 اوم في متر، الارض الصلبه 300 اوم في متر، يعني اللي اقلهم ممانعه هي الارض المستنقعات 30 اوم في متر. والعلاقه ايش بتقولنا؟ 25% في ار اي اللي المقاومه النوعيه للارض على الاقل هو طول اللوح. مثال انه لو مطلوب مني حساب مقاومة الارض الانتقالية للوح ارض مربع يبلغ طول ضلعه متر واحد، علما بان اللوح مغمور في ارض طمي، يعني اعطانا نوع الارض بطول المعامل تبعها ارض طمى 100 اوم في متر، عندي العلاقة مدام لوح، مدام قال لي لوح وطول ضلعه متر، اذا العلاقة ربع في ار اي على واحد. تمام. بعوض عن ار اي اللي هي 100 المقاومه النوعيه للارض على ال اللي هي مين طول الضلع اللي هو 1 متر، بتطلع معايا المقاومه الانتقاليه هي 25 اوم. سؤال ثاني، كم يجب ان يكون طول ضلع لوح ارض مربع اذا ما كانت مقاومه الارض للوح الارض مربع اذا ما كانت مقاومه الارض متكرره مقاومه الارض الانتقاليه 12.5 اوم، يعني هو معطينا المقاومه الانتقالية أو أن معطيني إياها وطالب مني مين قال ونوع الأرض إيش معطيني نوعها طمى نفس الأرض يعني هي طمى نفس السؤال، فعندي الطمى اللي هي آر آر بتساوي 100 والمطلوبة مني آر إن ومعروف معروفة آر إن معطيني إياها اللي هي 12.5 أوم وطالب مني إل 2 متر بتطلع الجواب، يعني السؤال حيكون يا أحسب المقاومة الانتقالية أو اللي هو طول ضلع لوح أرض إذا كان لوح أرض. مواسير، المواسير بنحط مواسير صلب مقاس بوصة أو بوصتين ذات طول يبلغ من متر إلى 6 أمتار، ويجب أن تكون مواسير الصلب مغطاة برضو بالزنك مجلفن يعني أو بالرصاص، وإذا استخدمت عدة مواسير توصيل أرض واحدة فإنه يجب وجود مسافة بين المواسير تبلغ 3 أمتار على الأقل، ويمكن حساب مقاومة الأرض لانتقال مواسير الأرض طبقا للقانون، اختلف مين المعامل بس. آر إن بتساوي 9/10 للمواسير في ار اي على ال، الاقامه هي نفسها الار اي وال اللي هي في الحاله حيكون طول الماسوره. مثال المطلوب حساب مقاومه الارض الانتقاليه لماسوره ارض علما بان مدفونه على عمق 3 متر في ارض زراعيه، يعني حيكون عندي 9/10 في 100 على 3 بتعطيني 30. الشرائط والاحبال المعدنيه توصيل الارض، يجب ان تدفن الشرائط والحبال المعدنيه على عمق نصف متر تحت سطح الارض على الاقل، وعاده تركب على عمق نصف متر الى متر، ويجب الا تقل مساحه مقطعها عن 50 ملم مربع، كما يجب الا يقل سمك الشريط عن 3 ملم، ومن الضروري ان تكون شرائط الصلب مغطاه بالزنك بالحراره او بالرصاص، الشرائط ذات المقطع 50 ملم مربع والحبال المعدنيه بقطر حوالي 8 ملم والمدفونة على عمق نصف متر في الأرض كالتالي. هاي العلاقة بتكون اللي هي مين المقاومة النوعية الانتقالية 2.1 زي ما قلت لكم، هل بيخلف المعامل هذا. مثال كم تبلغ مقاومة الأرض الانتقالية شريط أرض معدني طوله 50 متر عند تركيبه في أرض زراعية؟ هيكون 4 أوم طمي، أرض طمي يعني لازال المثال كله على أرض طمي، فعشان هيك هي 100 بس بدكم تفرقوا في المعامل. هاي المطلوب منكم تشريب توصيلة الأرض، تزداد قابلية التوصيل كثيرا من تشريب الأرض، احنا شفنا مين أكثر وحدة كانت أقل إيش الممانعة تاعتها اللي هي المستنقعات، يعني كل ما شربناها أكثر كل ما إيش بتزيد التوصيل تبعها. نعم. شو يعني تشريب؟ إيش الواحد بيشرب؟ مية، يعني مية بتغطيها بمية، بتشربيها بمية. كثيرا من تشريب الارض في مكان توصيل الارض والمحلول المناسب، طبعا هنا مش ميه لانها ارض، واحنا قلنا الارض مال الميه مالها اقل يعني من توصيلها اردا من الطمى، فعشان انا هاي ازيد توصيلتها بدي اشربها بمحلول الصودا.
لأنه لا يؤثر على توصيلة الأرض، وتكون مواسير الأرض ذات جدراء بها ثقوب حتى يتشرب محلول تشريب الماء الأنبوب من خلال ماسورة الأرض. وفي حال الحفر الموصل لتوصيلات الأرض مدفون أحسن أحاط توصيلة بالسماد العضوي الذي يدوب فعل رطوبة الأرض ويعمل على تحسين قابلية التوصيل الأرض. يعني في النهاية أنا بديش المادة اللي أحطها إيش تسوي، تعمل لي كروجين يعني تدوب لي اللوح تبعي اللي أنا حطاه ولا الماسورة، دي تحسن الأرض المحيطة فيه، لكن بديش تأثر على جودة المادة اللي نحطها سواء هي لوح ولا شرايط ولا مواسير. واضح؟ أنا يعني بعتقد إني بكفي أعطيكم هالقد، وهذا اللي حينطلب منكم. كان المفروض كل هذا تاخدوه أنتوا، مش كتير من غير ما تشهوا، بس خلاص يعني بكفيكم لحد هنا. أنتوا تعرفوا كيف تحسبوا اللي هي سواء طول اللوح او اللي هي المقاومه الانتقاليه للارض لمختلف الانواع من الالواح. انا بكون معطياك المقاومه النوعيه، بكون معطياك ايش نوع الارض وايش المقاومه النوعيه بتاعتها. تمام؟ في اي استفسار لحد هنا؟ العفو، يعطيكم العافيه وان شاء الله نشوفكم على خير.